مضاوي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ليش رحتي لذا اللعبه تحديدا؟ وش تعني لك؟ واعرف الناس عنها اكثر. انا ليش رحت اللعبه؟ هو صراحه امي كانت دائما تحب تدخلنا رياضات اكتيفيتيز بعد المدرسه، يعني سويت اشياء مره كثيره انا واختي، ومنها السباحه، الباليه، البيانو، فانا كنت لسه بوحده من هذه النشاطات. واختي دخلت لما فتحوا المنتخب اللي هو صيف 2018، فبعد انا قررت اني الحق وراها والعب معاها، والحمد لله انه مره عجبني. ولعبه المبارزه هي يعني فيها لا اكثر من نوع، يعني حقي سلاح السيبر، اختي سلاح المبارزه، وفي سلاح الشيش، فكل واحد يختلف عن الثاني من ناحيه قوانين اللعبه، كيفيه يعني كيف تلعب اللعبه، والتارجت اريا يعني كله يختلف عن الثاني بطريقه مميزه وحلوه وممتعه. يعني مستمتعه فيها انت ولا حاسه انك ممكن تلعبين مثل العاب ثانيه ولا بتكملين فيها؟ لا عجبتني هذه، يعني في لها مستقبل وفي لها تحديات وحلوه ممتعه مره. جميل جدا، كويس انك نسبتي الفضل الوالدة، احنا نسولف نسيتيها. لا بالعكس، يعني الله يعطيها العافيه والصحه، انه هذا الوعي يكون موجود، انك ابنائك يعني بيانو ولا باليه ولا كل هذه اشياء، يعني تعطيكم كل المساحات، وفي النهايه الشخص يختار طبعا الشيء اللي يميل له.